تاني راه غادي نمشي انا ندير مسطره ديال الطلاق والله يعاون العونات. انما فعلا خاصني نجلس معاك، خاصني نجلس معاك باش نعرف انا شكون هو هذا السيد هذا اللي كنت انايا مرتبطه به. هو كيقول كلام تي كتقولي كلام وانا ما بقيتش عارفه هذا، انا غادي نمشي انايا ندير مسطره ديال الطلاق، ولكن بغيت نجلس معاك قبل غندخلو كاملين لشي قهوه نجلسو فيها. دابا انتي عندك مشكل معاه وانا عندي مشكل معاه، حيت انا ما كنتش عارفه هادشي كامل وما عرفتش هادشي كامل بانه وصلت لهاد الدرجه، وما في خباري ما في علمي انايا تعيطات ليا كريمه اختك، وبالتالي انا غنحل معاه المشكل اللي عندي معاه، حيت انايا بالنسبه ليا انت كما مشيت القانون انا راه غادي نمشي انا ندير مسطره ديال الطلاق والله يعاون العونات. انما فعلا خاصني نجلس معاك، خاصني نجلس معاك باش نعرف انا شكون هو هاد السيد هذا اللي كنت انايا مرتبطه به. هو كيقول كلام تي كتقولي كلام وانا ما بقيتش عارفه هذا، انا غادي نمشي انايا ندير مسطره ديال الطلاق، ولكن بغيت نجلس معاك قبل، نجلس معاك قبل وندويو عادي. انا راه ما غنسب ما كان عاير دابا ما والو، حيت فعلا ما بقيتش ما بقيتش عارفه حتى شي حاجه، وخاصنا نجلسو، وندويو نعرفوا بعدا مع من حنايا. انت عندك مشكل معاه وانا راه عندي مشكل معاه، انا راه عندي مشكل كبير معاه، حيت انا راه غادي نخرج بجوج دراري، وهذا الشيء كيحتاج اننا نجلسو ونعرفوا شنو كاين ضروري. ما كيبانش لك بان هذا الشيء راه ولا انا ما بقيت فاهمه والو، انا ما بقيت عرفت شكون نتيق. هو كيقول كلام وانت كتقولي كلام، فضروري انا خاصني نشوفك باش يلا نعرف شنو كاين، على الاقل بعدا خاصني نعرف انا شنو كاين باش انا نعرف شنو غادي ندير معاه، حيت هو كيقول هذا الشيء ما كاينش وما عنده علاقه بك، انت كتقولي هضره وحده اخرى، وبالتالي خاصني نجلس انا وياك، خاصني نجلس نهضروا ونشوف شنو هو هضرتك ونشوف شنو كتقولي ونشوف شنو غادي ندير معاه انا، حيت انا راه خاصني نمشي بحالاتي على هذا الشيء هذا، خاصني نعرف شنو كاين، خاصني نعرف الحقيقه شنو هي باش انا نمشي بحالاتي. انا غنبقاو بحال هكا حتى الامتى غنبقاو بحال هكا؟ لا شوفي، الا بغيتي تجيبي معاك خوك غير جيبي معاك، انا ما عنديش مشكل، الا ما حنا غادي نوقفو ندوزو في زناقي غندخلو كاملين لشي قهوه نجلسو فيها ونسا. بغا هو يبقى جالس معاك، بغا هو ينوض، انا ما في الحقيقه ما بقاش عندي مشكل، بقى ما يتخبى. المهم انا دابا وصلت للبيرو، انا غادي نطلع للبيرو دابا نجلس فيه، ومنين توصلي علميني وقولي لي فين ونتلاقاو.